انعكست تداعيات الأزمة السياسية سلبا على مختلف مناحي الحياة، وأصبح المواطن اليمني يكتوي بجحيمها، وفي مقدمهم موظفو قطاعات الدولة وخصوصا المتعاقدين الذين لم يستلموا رواتبهم منذ أشهر، فضلا عن تجميد ميزانيات بعض القطاعات ما فاقم من معاناة موظفيها. احنا بدون مرتبات، ولا انا في وزارة المالية اكثر من 3 شهور واحنا مخيمين هنا، ولا يعني ما في اي تجاوب منهم، لا حتى الان واحنا جالسين يعني وراء الموضوع هذا، رغم المشاكل هذه حصلت الحين، وهذا واحنا بدون مرتبات، شهر 12 والحين شهر واحد ودخلنا شهر 2. هذه جريمه يا اخي، انت لا تعاقب موظف، انت تعاقب اسره، الاسره مكون الفرد الواحد يعول عده افراد. وزارة المالية أشارت إلى أنها ستقوم بصرف مرتبات موظفي جهازي الدولة المدني والعسكري وفق ما هو متاح من إيرادات، مشيرة إلى أن تأخر صرف مرتبات المتعاقدين بسبب إجراءات قانونية مختلفة حد تعبيرها. وزارة المالية وبالتنسيق مع البنك المركزي تم صرف كافة المرتبات المستحقة لكافة قطاعات الدولة. أما بالنسبة لتأخير بعض الالتزامات المرتبطة بنفقات غير المرتبات فيتم صرفها بحسب توفر الموارد لدى البنك المركزي، ولا تسعى وزارة المالية لزيادة المديونية من قبل البنك المركزي عن طريق الإصدار النقدي للمحافظة على الاستقرار وعدم ارتفاع معدلات التضخم. المالية طمأنت موظفي الدولة بأنها ستقوم بصرف مرتباتهم وفق المعتاد حتى نهاية العام الجاري. يتم إن شاء الله سبحانه وتعالى الوفاء بالتزامات وزارة المالية والدولة بوجه عام في صرف المستحقات إن شاء الله إلى آخر العام، ونتوقع إن شاء الله سبحانه وتعالى أن لا تظل الأوضاع السياسية والاقتصادية على ما هي عليه. وفيما يخص أسعار الصرف فإنها تشهد استقرارا، إلا أن بعض رجال الأعمال يقومون بكسر ودائع الريال وتحويلها إلى دولار، ما يؤدي إلى خلق أزمة مالية حد خبراء المال في السوق اليمنية. أسعار الصرف ما ثابتة، ونلتزم بأسعار السعر البنك المركزي اليمني اللي يحدده. أما عملية المضاربة فنحن لا نرغب فيها، وهذا تؤدي سلبا إلى يؤدي ذلك إلى انعكاس سلبا على الاقتصاد اليمني. محافظ البنك المركزي في وقت سابق أشار إلى أن الأوضاع السياسية الصعبة لم تزعزع الاقتصاد في البلاد، لافتا إلى أن استقرار النشاط المصرفي انعكس على استقرار الريال اليمني واستقرار الأوضاع النقدية. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.